الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب ما يقوله بعد تغميض الميت. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه. رواه مسلم. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أجل أن تعرف السنة عند حضور مثل هذه المواقف، عندما يموت أحد أننا نفعل هذا الفعل ونقول هذا القول. فهنا في هذا الحديث سنة فعلية وسنة قولية. فأما السنة الفعلية فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه: أغمض عينيه. وذلك لأن الميت إذا توفي شخص بصره، فإذا شخص البصر فإنه لا بد من إغماضه مبكرا حتى لا يتعسر ذلك بعد مدة. فإذا يعني برد الجسم تعسر إغماض العينين. فلذلك من السنة إذا مات الميت أن تغمض عينيه مباشرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السنة الفعلية. وأما السنة القولية فهو الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، دعا لأبي سلمة. وهذا الدعاء ليس خاصا لأبي سلمة، بل هو لكل من مات من المسلمين. ومما يستفاد من هذا الحديث: أولا، ما ذكرنا من الفائدة القولية والفعلية من فعل وقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يستفاد أن الروح مخلوق، ولكن أمر الروح لا يعلمها إلا الله. ولذلك من التكلف أن يتكلم الإنسان في مسألة الروح. ويسألونك عن الروح، هل علمها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل: الروح من أمر ربي، لا يعلم أمر الروح إلا الله عز وجل. وهذه الروح من العجائب العظيمة، هي في جسم الإنسان لكن لا يعلم مادتها ولا يعلم كيفيتها ولا ترى بالعين، فهي خلق من خلق الله العظيم العجيب الذي يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى عظمته. ولذلك لا ينبغي أن الإنسان يعني يتكلف في مسألة الروح في ماهيتها وكيفيتها، لأنها من أمر الله، لا يعلم أمرها إلا الله عز وجل. وهنا أيضا مما يستفاد: هل الروح مذكر أم مؤنث؟ قال: إن الروح إذا قبض، قال إذا قبضت. ذكر بعض العلم أن الروح مذكر وليس مؤنثا، وإنما تؤنث إذا كان العائد إلى النفس. وقال بعض أهل العلم أنها تذكر بالتأنيث وتذكر بالتذكير، والأمر فيها واسع. قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. قال: فضج ناس من أهله، يعني عندما علموا أنه قد مات فهموا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فهموا أن أبا سلمة قد قبض ومات، فضجوا بالبكاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم ينههم عن البكاء، لأن البكاء رحمة، ولكن نهاهم عن ماذا؟ قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. لأنهم كانوا يقولون: يا ويلاه، يا مصيبتاه، وغير ذلك من الكلمات المنكرة التي كانوا يقولونها، والأفعال التي يفعلونها من شق الجيوب وضرب الصدور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن البكاء، لأن البكاء رحمة،
ولكن نهاهم عن إظهار الجزع والدعاء على الناس بالويل والثبور. قال: لا تدعوا على أنفسكم. ما العلة في هذا؟ قال: فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وإذا دعا الملائكة وأمنوا فإن هذا حري بإجابة الدعاء. قال: فلا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. وهذه الجملة وإن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف فهي عامة في كل المواقف. فلا تدعوا على نفسك إلا بخير ولا على أهلك إلا بخير، لأنها قد توافق ساعة تدعو فيها ويؤمن الملائكة فيستجيب الله، فلا تدعو إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم طبق ما أرشدهم إليه فعلا منه صلى الله عليه وسلم، فدعا بهذا الدعاء العظيم، قال: اللهم اغفر لأبي سلمة. دعا له بالمغفرة والرحمة، وحري إذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب له. قال: وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. فهذا الدعاء من السنة أن يقال عندما يموت الميت، وإذا حضر الإنسان عند رجل قد مات أن يدعو بهذا الدعاء العظيم المبارك، فهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في قوله صلى الله عليه وسلم مخلوف في عقبه في الغابرين، فإن الله عز وجل استجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلف أبا سلمة في عقبه بمن هو خير من أبي سلمة، أخلف فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت ذرية أبي سلمة من ربائب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيمر علينا إن شاء الله في حديث أم سلمة في الدرس القادم بإذن الله عز وجل ما حصل لها عندما سمعت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخلفه عز وجل في عقبه بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة، فكان خيرا لآل أبي سلمة من أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.